هذه اللوحة الجميلة من خلال البحث الميداني في موسوعة الحصائل الشاملة وجدنا بعض الرسوم الغريبة في هذه المنطقة، طبعا تحتوي على رمال ودلالة الصوت على الصورة على هذا المكان، منها صورة هذا الوضيحي كما تشاهدون الآن، وهذا طريقة التخطيط، هذا الكرونة أيضا صورة أخرى كما تشاهدون الآن، وأيضا صورة أخرى معاكسة، وهنا صورة أخرى أيضا، وهنا صورة رجل، وهنا رمز دلالة لا أعلم ماذا يقصد به، هنا أيضا صورة وضيحي آخر لأنه هو الثور الوحشي قديما، هنا أيضا صورة، ربما هذا صورة وعل، لكن هنا اختلطت الصورة أو اختبصت الصور مع أن لها دلالة قديمة. فهذه من اللوح اللي وجدناها اليوم غريبة ولها علاقة ودليل بالمكان خلاف ما وجدناه سابقا عن الوعل أو عن بعض الرسومات الأخرى. فالمكان هنا يحتوي على الرمال وعلى المكان وطبيعة الصيد فيه.